دعت وزارة الصحة مجددا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن طريق التعقيم واتباع معايير الصحة العامة خارج المنزل للوقاية من فيروس كورونا. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، جدد الدكتور عادل الصياد رئيس مكافحة الأمراض بوزارة الصحة جدد التأكيد على أهمية تعقيم اليدين قبل الذهاب إلى التسوق والتأكد من التزام المحال التجارية بتعقيم عربات التسوق. التعقيم داخل وخارج المنزل مهم، يمكن في الأيام خارج المنزل يجب على الجميع الالتفات إلى هذه النقطة، خصوصا في الأماكن التسوق مثلا، المطاعم، الأماكن اللي ممكن تكون بعض غير معقمة أو ممكن تكون ملوثة بالجراثيم ومنها طبعا الكورونا. فإحنا نشجع ونأكد على الناس أنهم يتأكدون أنهم يعقمون يديهم، ينظفون يديهم قبل الذهاب خصوصا في الأماكن العامة، وأيضا يتأكدون من أن الأماكن معقمة، العربات التسوق مثلا تكون معقمة. هاي الأمور جدا مهمة، لأن أحد طرق انتقال العدوى هي عن طريق الأماكن أو الأسطح الغير معقمة خارج الأماكن المنزل. طبعا احنا نؤكد على الإرشادات الخاصة، هناك نوعين، هناك أشياء خاصة بالشخص نفسه ونؤكد على النظافة الشخصية، استخدام المعقمات والكحول والمنظف الكحولي، وهذا إرشادات خاصة. بس أيضا هناك مراقبة وتشديد على الأماكن العامة، الأسواق، المطاعم والأماكن الأخرى، أنهم يجب أن يكون تعقيم بعد استخدام العام للأدوات العامة.